الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أول بالابتداء وآخر بالانتهاء، وظاهر لا شيء فوقه وباطن لا شيء دونه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، عمار بيت الله وصيتنا أو نتواصى دائما بوصية الله للأولين والآخرين، وهي الوصية في تقواه، وهي خير ما نستعد به للقاء ربنا سبحانه وتعالى، حيث يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فأسأل الله لي ولكم ولعباده المسلمين أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، عمار بيت الله، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ستبقى هي المورد الصافي والمعين العذب الذي يرتوي منه كل مسلم وكل مؤمن. عندما نرجع إلى ظلال سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، النموذج الكامل الذي كمله ربه سبحانه وتعالى في خلقه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة نبيا ورسولا، هذا النبي المكمل صلوات ربي وسلامه عليه، سيرته العطرة نأخذ منها كل يوم الدروس، ونأخذ منها العظات، ونأخذ منها ما يجعلنا هداة مهديين بإذن الله تعالى. ولذلك اليوم أردت، نظراً لإيحاء الزمان ولإيحاء المناسبة، أن نأخذ من السيرة الحديث عن معجزة الإسراء والمعراج التي كرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا بل وكرم بها أمته أيضاً. فالإسراء والمعراج ليست تكريماً لمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل هي تكريم وتفضيل ونعمة من أجل النعم التي أنعم الله بها على هذه الأمة الإسلامية المرحومة. أيها المؤمنون، الإسراء والمعراج حادثة عظيمة جدا، وآية من آيات الله الباهرة، ومعجزة من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تضاهيها معجزة من المعجزات الصارمة، معجزة الإسراء والمعراج التي خلدها الله في القرآن في سورة الإسراء وفي سورة النجم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى، الله يمجد نفسه، الله يعظم نفسه، لأنه يقدر على ما لا يقدر عليه غيره. الله على كل شيء قدير، ومن مظاهر وتجليات قدرته أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بدنا وروحا، أسرى به من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بإلياء ببيت المقدس بفلسطين، ثم عرج به إلى ما أبعد من السماوات العلى، كل ذلك في ليلة، ولا يستطيع ذلك ولا يقدر عليه إلا من كان على كل شيء قدير. سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، وكلمة عبده أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه معا، لأن كثيرا من الماديين لا يقبلون هذا، يقولون: كيف يسافر محمد في ذلك الزمان الذي لم تتطور فيه وسائل النقل وكانت مجرد دواب تحمل ركابها، كيف يسافر في ليلة واحدة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ثم يعود؟ ويكذبون ويستعظمون ويستبعدون ويوحدون بعقولهم
تلقاه بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى، إلى الملكوت الأعلى. ودون ذلك مسافات عظيمة يقف الإنسان عاجزا أمامها الآن، بل أقل عاجزا أمام أقل منها بالكثير. سبحانه القدير على كل شيء أصغى بمحمد بدنا وروحا ليكون ذلك منقبة لمحمد ونعمة عظيمة ومعجزة عظيمة لهذا النبي الخاتم صلوات ربنا وسلامه عليه. أسرى بعبده، مقام العبودية مقام عظيم، لذلك لم يقل برسوله وما قال بنبيه، وإنما قال بعبده حتى نتعلم أن مقام العبودية لله هو من أعظم المقامات. فلذلك عبر به ربنا عن نبينا محمد أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وفيه تعظيم وتشريف للمسجد الحرام الذي كما أخبر نبينا الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي هو معدن الأنبياء من لدن الخليل إبراهيم عليه وعلى رسولنا أفضل الصلاة والتسليم. لذلك ناسب في هذه القصة أن يجمع الله الأنبياء جميعا ويصطفون ويصطف معهم محمد، ثم يأتي جبريل بأمر الله عز وجل فيأخذ بيد محمد صلى الله عليه وسلم ليوقفه حيث أراد الله، ليوقفه موقف الإمامة ليكون إماما للمرسلين وإماما لكل الأنبياء. وذلك مقام عظيم، فهو النبي الأعظم والرئيس الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه. هذه قصة الإسراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل وأنا في الحجر ومعه دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، قال: فأردت أن أركبها فاستعصت أو في لفظ حرك ليلة. فقال له جبريل: ما هذا؟ فوالله ما ركبك أكرم منه عند الله، ما ركبك أكرم منه عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فتصقب عرقا كما جاء في بعض الألفاظ، ثم ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سريعا بقدرة الله يضع حافره عند منتهى طرفه حتى أتى المسجد الأقصى. فدخل فوجد الأنبياء، كل نبي جاء في الحديث كل نبي أرسل إلى قومه واقفا ينتظرون إماما ليقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون إماما لهم. وفي تلك إشارة وفي تلك رمزية إلى أن هذا النبي سينزل عليه وحي وينزل عليه قرآن وينزل عليه دين ينسخ جميع الأديان الصالحة. الدين دينه والشريعة شريعته، أما إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، قال صلى الله عليه وسلم. وهذا تشريف لمحمد وتشريف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم خرج فجاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من ماء كما جاء في الروايات. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن، فقال جبريل: لو شرب الماء لغرق وغرقت أمته، ولو شرب الخمر لغوى وغويت أمته، ولكنه اختار الفطرة. فديننا أيها المسلمون هو دين الفطرة، دين يأمر بكل شيء مما له اتصال بالفطرة، وينهى عن كل شيء مما يخدش الفطرة أو يصادمها. ثم انتقل النبي بعد ذلك في المسار العمودي، بعد أن أنهى المسار الأفقي الأرضي ينتقل في مسار عمودي يعرج فيه من سماء إلى سماء حتى ارتقى إلى أبعد من السماوات العلى. يأتي السماء الدنيا فيستفتح، يطلب الإذن جبريل فيقول: من؟ فيقول جبريل: من معك؟ يقول: محمد. هل أذن له؟ يقول: نعم. فيفتحون له ويستقبله أفضل الخلق في تلك السماء، ثم يرافقونه وينتقل إلى السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ثم حتى أتى السماء السابعة، فإذا فيها الخليل إبراهيم مستنداً إلى البيت المعمور.
يسلم عليه ويرد السلام، ثم يأتي سدرة المنتهى. قال النبي في وصفها: أوراقها كآذان الفيلة وثمرها كالقلال، أي جمع قلة. نعم. قال: بعد أن أتى عليها من أمر الله ما أتى لا يستطيع أحد أن يصف حسنها. ثم ارتقى نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ وهو تمام قصة المعراج التي جاءت في صورة النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بنفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما الذي أوحاه الله إلى نبيه؟ ما العبادة التي اختار الله أن يوحي بها إلى محمد فوق السماوات؟ ما العبادة التي أراد الله أن يميز بها أمة الإسلام ويفضل بها نبي الإسلام والمسلمين؟ هي الصلاة أيها المؤمنون. فأوحى له 50 صلاة في اليوم والليلة. 50 صلاة نصليها لله في اليوم والليلة، كل صلاة هي معراج بأرواحنا كمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفضيل الأمة. الذي يفهم الصلاة، النبي عرج به روحا وبدنا، ونحن في الصلاة نعرج بأرواحنا لا بأبداننا، حتى نكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الصلاة يا من ضيع الصلاة، والصلاة يا من ترك الصلاة، عظمها الله فوق 7 سماوات فكيف تستخف بها؟ 5 صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن ضيعها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان مع هامان وفرعون وقارون وأبي بن خلف، أعاذنا الله وإياكم جميعا. 50 صلاة. وينزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويمر بموسى عليه السلام فيقول: ماذا فرض الله عليك يا محمد؟ فيقول: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. فيقول: ارجع إلى ربك، فإني خبرت بني إسرائيل، فإني خبرت الناس، وإن أمتك ضعيفة أبدانها وأسماعها وأبصارها وأجسامها، إنهم لا يطيقون يا محمد، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويسأله التخفيف، فيخفف عنه 5، ثم يرجع إلى موسى فيسأله التخفيف من جديد، حتى بقيت 5 صلوات أو 5 صلوات في اليوم والليلة. فيقول موسى: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فيقول: إني استحييت من ربي. يقول شراح الحديث: لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الله عز وجل يخفف عنه مرة 5 صلوات، علم أنه رجع إلى ربه بعد 5 يكون كمن يرجع إلى الله يطلب إسقاط التكليف. ما دام ربي كل مرة يخفف عني 5 صلوات، إن رجعت له الآن كأنني أقول له: يا رب لا أريد تكليفا حتى يسقط عني الصلاة. ومقام محمد صلى الله عليه وسلم يأبى عليه هذا، لذلك أجاب أخاه موسى فقال: إني استحييت من ربي. فيسمع نداء من الله عز وجل: إنه لا يبدل القول لدي، إنها 50 في الفعل 50 في الأجر والثواب، الحسنة بعشر أمثالها. أيها المؤمنون، هذه هي الصلاة التي فرضها الله فوق 7 سماوات، قرب بين العبد وربه، مناجاة بين العبد وربه، يستريح فيها الإنسان ويذوق لذة الجنة، جنة الآخرة. والصلاة هي جنة الدنيا كما قال العارفون الصالحون. لذلك ينبغي لنا أن نحفظها وأن نحافظ عليها. وينبغي أيها المؤمنون أن نستحضر في هذه الذكرى مقام النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الإسلام، نعمة الإسلام الذي اختاره الله لنا، ونعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين.
وأن يحشرنا يوم القيامة مع الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نحمده حمدا كثيرا طيبا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه ما رأى عجائب عظيمة في ليلة الإسراء والمعراج. رأى البراق، رأى الأنبياء، رأى بيت المقدس لأول مرة في حياته، رأى في عروجه إلى السماوات أشياء عجيبة يعجز العقل البشري عن وصفها، ولا طريق له لمعرفتها إلا السماع والنقل والنص. رأى الجنة ورأى النار، رأى أناسا يعذبون كما جاء في بعض الروايات. أتنى على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون أو يخدشون، أو كما نعبر نحن يخدشون، والثلاثة لها نفس المعنى وهي التأثير في الجلد بالأظافر. يخدشون وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهنا ملمح تعظيم حرمات المؤمن، تعظيم حرمة دمه وحرمة ماله وحرمة عرضه. لذلك الإنسان عليه أن يحذر الشيء الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رآه ليبلغ لأمته، ليحذر أمته. احذروا أعراض الناس، احذروا أعراض الناس أن تتطاولوا فيها، فإن الذي يتطاول في أعراض الناس وكما يخدش وكما يخدش بلسانه أعراض الناس، فيتهم هذا باطلا ويكذب على هذه باطلا ويرمي هذا سفها وزورا، فإنه يوم القيامة يعذب من جنس ما فعل، بأن يخبش وجهه وصدره بأظفار من نحاس يرتبها له القدير أو الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، رأى أشياء عظيمة جدا يعجز الإنسان عن ذكرها. لما سئل هل رأيت ربك؟ قال في بعض الألفاظ نور أنا أراه، وفي لفظ قال نور إني أراه، وفي لفظ قال رأيت نورا. فالله عز وجل لا يراه بشر في الدنيا، وإنما يراه أهل الإيمان في الآخرة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. أيها المؤمنون، ويعود نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وفي الصباح يخبر قومه إنه فعل بي كذا، وأتيت المسجد الأقصى وعرج بي كذا، ويشتد تكذيب الناس له حتى إن بعض ضعفة الإيمان ارتد كأثر لذلك. وجاء أهل مكة إلى أبي بكر يريدون أن يشككوا في تصديقه لرسول الله، قالوا ما لك من صاحبك يقول أنه أتى بيت المقدس الذي هو مسيرة شهر، أتاه في ليلة ورجع، وأنه كذا وكذا. فقال أبو بكر إن كان قاله فقد صدق، مطلقا تصديق المطلق، إن كان قاله فقد صدق، إنا نصدقه في أبعد من ذلك، نصدقه في خبر الصلاة. والذين يحتاجون إلى دليل مادي ذكر لهم النبي دليلا ماديا، قال عندما كنت قافلا أو راجعا على البراق رأيت قافلة عيرا لقريش تحمل الطعام وفيهم جمل، وهذا الجمل عليه غرارتان، غرارة بيضاء وغرارة سوداء، وعندما حاذيته أو حاذيناه نفرت القافلة ونفرت الجمال وتراجعت، فسقط الجمل وانكسر. وانتظروا القافلة حتى عادت، ووجدوا عندها مصداق ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا محمد لم يصل لبيت المقدس قبل ذلك، قالوا له سف هنا. جاء سيدنا أبو بكر الصديق قال سف لنا المسجد يا رسول الله، قال فرفع إليك، قال وجعلت أصفه، وأبو بكر يقول صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. هذه أدلة مادية لمن يبحث عن الأدلة المادية. أما الذي يصدق القرآن ويصدق الوحي فلا يحتاج إلى هذه الأدلة،
لأنه سيقول سمعنا وصدقنا ويسلم لربه تسليما. أيها المؤمنون، رحلة الإسراء والمعراج هي كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي درس لهذه الأمة أن المنحة تأتي بعد المحنة، وأن العطايا تأتي بعد الرزايا، وأن اليسر يأتي في ذيل العسر. في تلك السنوات عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم حصار لمدة 3 سنوات، تجويد حصار اقتصادي واجتماعي وسياسي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. لكم أن تتصوروا في منطقة في الجبل يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأتباعه لمدة 3 سنوات، لا نبيعهم ولا يبتعون منا، ولا نزوجهم ولا يتزوجون منا، ولا 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 ولا. لكم أن تتصوروا معاناة رسول الله والصحابة. وإني أذكر هذه القصة حتى نتبين أي تضحيات ضحاها النبي وضحاها الصحابة من أجل أن ينقل لنا هذا الدين. سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك، خالد النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة، يقول: خرجت في ليلة ظلماء شديدة الجوع، قال: خرجت لأبونه، أي أتبول. قال: فلما وقفت أتبول سمعت تحت بولي طقطقة، سمعت طقطقة أي صوتا. قال: فأخذتها فإذا هي قطعة من جلد جمل يابسة، قطعة من الجلد وقع عليها بوله فطقطق أي سمع الصوت. قال: فأخذتها فأحرقتها بالنار. قال: ثم استففتها، كما نقول بالعامية سفيت، استففتها وشربت عليها الماء فقويت عليها 3 أيام. أكل قطعة من الجلد اليابس الذي تبول عليها بعد أن غسلها، وهذا من شدة المعاناة. سعد بن مالك أو سعد بن أبي وقاص هذا الذي أكل هذه القطعة في شدة الجوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون ماذا فتح الله عليه بعد ذلك؟ هو الذي قاد معركة القادسية وتسبب في زلزلة عرش الإمبراطورية الفارسية في العراق وما جواه. سعد بن أبي وقاص هو الذي نشر الإسلام في العراقين، وهو الذي قضى على الإمبراطورية الفارسية، هذا الذي كان يقتات الجلد اليابس زمن الحصار. لذلك عدي بن حاتم يقول: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فشكى للنبي الفقر. أحد الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشكو إليك الفقر يا رسول الله. وجاء الآخر يشكو إليه قطع السبيل، قال: الناس يقطعون علينا السبيل، يقطعون علينا الطريق، يأخذون أموال هؤلاء السراق وقطاع الطرق والمفسدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب علي فيقول له: يا علي، أتعرف الحيرة؟ والحيرة هي مدينة في العراق، مدينة كبيرة جدا كانت تابعة للدولة الفارسية. أتعرف الحيرة؟ قال: لا أعرفها ولكنني أنبت عنها يا رسول الله. قال: لئن أطال الله بك حياتك، لئن أطال الله بك حياتك. يتكلم النبي المحاصر، النبي الفقير في ذلك الزمان، النبي الخائف، النبي الذي حوصر حصارا عظيما بسبب الإسلام وبسبب التوحيد. لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تأتي من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله عز وجل. سيسود الإسلام يا علي، وتسود تشريعات الإسلام، ويدخل الناس بدين الله أفواجا حتى يبسط الأمن، فلا قطاع طرق ولا مفسدون ولا سراق ولا غيره، لأن الإسلام إذا جاء حل معه السلام، والإسلام إذا جاء حل معه الأمان، والإسلام إذا جاء حلت معه الأخوة. فالناس يخافون الله ولا يبني بعضهم بعضا ولا يأكل بعضهم مال بعض. قال: إن أطال الله عمرك أو طالت بك حياة لا ترين الضعين، المرأة الوحيدة تسافر من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ثم ترجع، لا تخاف إلا الله. وجاء في لفظ: والذئب على غنمها. ولئن طالت بك حياة ليفتحن الله ملك فارس كما قال، أو ملك كسرى. قال علي: فرأيت ذلك، رأيت اثنين وبقي الثالث. أيها المؤمنون، الدرس الذي نأخذه من هذه القصة أن الأمة تستضعف ثم تنصر بدينها. النبي صلى الله عليه وسلم حوصر 3 سنوات،
ومات عمه أبو طالب الذي كان يحميه، وماتت زوجته خديجة التي كانت نعم الوزير له في سنة واحدة، فاشتد حزنه عليهم حتى سمي العام عام الحزن. وآتاه المشركون، فتأتيه الكرامة الربانية ليكرمه الله تكريما دنيا أرضيا وتكريما سماويا. ونحن في الجزائر أيها المؤمنون لا بأس أن نتذكر، لأن غدا مناسبة يوم الشهيد، أن نتذكر ما مرت به بلادنا من خوف واضطهاد وظلم على يد المستثمر الفرنسي الراشد، الذي بقي جاثما على صدر الشعب الجزائري المسلم قرنا وربع قرن، وهو يظلم ويقتل ويمارس سياسة التجهيل وفرض الأمية والجهل ومحاربة الإسلام وأخذ مقدرات الأمة وسرقتها. وقام رجال سابقون نحسبهم عند الله كذلك بوسائل وأسلحة بسيطة يواجهون الحلف الأطلسي بعدده وعتاده وعدته في ذلك الزمان، يواجهون بمناطق الصيد وبالحجارة وبالعصي وبوسائل بسيطة يواجهون أعتى قوة، والله لولا قوة إيمانهم ما انتصروا، لولا قوة احتسابهم الأجر عند الله، لولا دفاعهم عن الإسلام ودفاعهم عن بلد الإسلام ما كانوا لينتصروا على تلك القوة العظيمة. لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لذلك ماتوا أيها المؤمنون واستشهدوا ليحيا أو لنحيا، نحن ننعم بالإسلام وننعم بالعربية وننعم بالأمن والأمان وننعم بالسلامة والإسلام. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يجعل ثوابهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا خيرا، وأن يجازيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأن يجازيهم عن هذه البلاد خيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا ربنا كلها، دقها وجلها سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم اجعل خير ما نقول واخر ما نقول، لا اله الا الله محمد رسول الله، واخر دعوانا الحمد لله.